نجي إلى القسم الثاني من رياضتنا. لو مارسنا الصمت ودخلنا إلى عمق الأمور، إيش راح نشوف؟ راح نشوف شيئين. أولاً راح نشوف الفرق، راح نقارن بين البارحة واليوم، وراح نقدر نفهم هاليوم احنا وين رايحين. يعني فعلا دقة الملاحظة بهاي الشرائح الثلاثين اللي راح اشوفكم اعرض لكم هي، انتبهوا عليها. راح تقولون ايه حرام صحيح، بس ما راح اكتفي بانه هاي الشرائح السلايدات هي صحيحة، اكو شيء لاخ بيها. لاحظوا هاي الصورة، يقول الهاتف كان يوحد الأسرة. من كان اكو تلفون واحد بالبيت، يدق التلفون العائلة كلها تستمع حتى واحد يجاوب منه يخابر. التلفون كان عنده غير دور، النقال اليوم صار يفرق الأسرة. العائلة قاعدي على الميز، كل واحد ملتهي بتلفونه. قيحكي مع شخص هذاك الصوب من الكرة الأرضية، بس اللي بجنبه ما قيحكي معانه. إذن هاي نقطة أولى فكروا بيها شوية، شلون مجرد التلفون غير حياتنا. اليوم لا ينكر أنه بكثير من الدول تحسن وضع مادي كثيرين من الناس، راتب عالي لكن راحة قليلة. اليوم بشرية كثيرة، زاد عدد سكان العالم اللي عمره 70 سنة مثلي، البشرية زادت 2 مليار من يوم اللي ولدتوا. 2 مليار بشر زادوا، لكن ما كان صار بتاريخ البشرية إنسانية قليلة مثل اليوم. والدليل جائزة نوبل العراقية الوحيدة هي جائزة وحدي مظلومي مغتصبة. هاي علامة على قلة الإنسانية ومشاكلنا الاقتصادية والفساد وداعش، كل هاي نقص في الإنسانية. هاليوم كثير اكو ساعات ثمينة ودعاية للساعات، كثير ناس عندهم ساعة ثمينة لكن ما عنده وقت. اكو ساعات بس ماكو وقت. اكو طب متقدم بس شقد اكو صحة مضعضعة سيئة. فكروا بيها. يمكن قبل كان الناس ما عنده كل هالأدوية بس كان تتمتع بصحة أحسن، أكله أضبط أكثر صحي. هاليوم كثير ناس عندهم بيت كبير بس العوائل صغيرة، ولد واحد أو ولدين. ليش هذا البيت الكبير؟ بينما قبل بيت صغير وكانت العوائل كبيرة، والبيت الضيق يسع 1000 صديق. يمكن بيت كبير بس ما حد يزوره. هاليوم كل واحد من عندنا عنده 100 أصدقاء على صفحات التواصل الاجتماعي، لكن شقد عندنا ناس عايشين في العزلة. اليوم العزلة
واحد من أكبر أمراضنا، خاصة المسنين، المرضى، الناس اللي عايشين بوحدهم، المتروكين. وهذا الشيء خاصة بالدول اللي نعتبرها متقدمة، كثير كثير العزلة متفشية. صعدنا للقمر 1969، نزل أول إنسان على القمر، بس ما زلنا ما نعرف منو جارنا، الشقة اللي بجنبنا، البيت اللي بجنبنا، ما نعرف منو. شنو فائدة صعود القمر؟ هذه الصور اللاحقة ما تحتاج ترجمة. المكتبة العامة اللي تسمح لك مجانا بقراءة الكتب، ماكو أحد عليها، بس إذا الويفي بلاش، ازدحام. هذا أيضا اختلاف في زماننا. 2001 كان التلفزيون سمين وصاحبه ضعيف، هاليوم صار التلفزيون ضعيف وصاحبه سمين. نفس الشيء سنة 1980 الكمبيوتر كان سمين وصاحبه ضعيف، هاليوم الكمبيوتر ضعيف وصاحبه سمين. هذا أيضا متغيرات في زماننا. موديل قصة الشعر، هذا الأب وهذا الابن. متعاكسين. سخرية الحياة. أيام زمان كان يستعملون دفتر مذكرات، وإذا واحد مديده على الدفتر وراد يقرأ بينه كان صاحب الدفتر يزعل. هاليوم كل شيء ينحط على الفيسبوك، وإذا ما سويت له لايك يا ليلك يا ويلك ويا سواد ليلك. هذا أيضا واحد من الأشياء اللي اختلفت في زماننا. هاي الشرايح اللي تبين تعكس جزء من المتغيرات اللي صارت في حياتنا، لكن إذا ننزل أعمق راح نشوف بأن حتى التربية، حتى التعامل مع الأطفال، حتى التعامل مع المال، مع الفلوس. كان الأب وحده يشتغل والراتب بركة، هاليوم عدة رواتب وماكو بركة. وين دا تروح الفلوس؟ أيام زمان كان أكو يا دوب سيارة وحدي بالبيت وكانت للخدمة، اليوم عدة سيارات بس ما هي للخدمة، هي للتسلية، هي لشحط التايرات. أيام زمان كان الجراج هو مكان اللعب الوحيد اللي نلعب بينه، وكنا متونسين، ومكان اللي بينه كل الخرداوات اللي تنذب تتكون بالجراج، ونتونس من نروح نطقطق ونشقشق وندقدق ونلقي بسمار ونلقي شكوش ونلقي هاي، وكنا فرحانين. أيام زمان كان المطبخ أطيب مكان بالبيت،
هو للقعدة وهو للتدفئة وهو للطبخ، هو مكان اللقاء. اليوم كل من يجي ياكل بوقته بكيفه حسب مواعيده. أيام زمان من كان أحد الأطفال ما ينجح كانوا الأهل يلومون التلفزيون، اليوم إذا ما ينجح يلومون المعلم. لما كنا صغار كنا نقلد الكبار ونحاول نصير مثلهم، اليوم الكبار يقلدونا من يلبسون جينز وبناطير مشققة. أيام زمان من واحد ينجح من الثانوية إلى ويدخل الكلية كان يفرحون، اليوم كان يفرحون وينتظرون التخرج من الكلية حتى يسووا له حفلة. هسا الحفلة تبدي من الروضة والحضانة ويلبسون هذه العقشين الأسود، ها، ويأخذوا له صورة ويحطوها على الفيسبوك ولازم تعمل لهم لايك. أيام زمان من واحدة تغسل مويعين أو تعمل فت شغل لازم يعني تتعلم هذا الشيء لفائدته. هاليوم إذا غسلت المويعين لازم مونتي كارلو تذيع أو يصفقوا له ويشكروها لأنه عملت فد إنجاز هائل. أيام زمان كان على المرأة أن تكون أنثى، أخت، أم، زوجة، بنت. هاليوم لازم تكون تاع كله. أيام زمان الرجال الناجح كان يشجع أن يكون ناجح، اليوم يقولوا له الباب تجيك منه الريح سده واستريح، ونزانم راح تجانم فأحسن لا تدوخ وترك الأشياء ومن كيف تصطلح. أيام زمان من كنا نشتري ثلاجة كنا نسميها الأجهزة المعمرة، يعني يشتروها يوم الزواج، ها، وتبقى للأحفاد من يتزوجون. وياما وياما بيوت أكو ثلاجة كن اشتغلت 40 سنة ولهذا يسموها معمرة، يعني ويا العمر. هاليوم بتشتري ثلاجة بس تطلعها من المحل نص سعره يطير، ما بعد تسوى. وأسهل شيء ذبه واشتري وحده جديده. أيام زمان كان البقال يحط رقعة الدين ممنوع والرزق على الله، هاليوم كل شيء بالأقساط وتبقى مديون 25 سنة حتى توفي كل شيء وتكلبج نفسك بالديون، وهاي موجودة خاصة برا وبدت تدخل عندنا. أيام زمان كان يمارسون فن المجاملة على أساس هو زيت العلاقات، كلام طيب. أما اليوم فماكو لطافة إلا إذا خلفه أكو مصلحة، يبتسم لك لأن جاي يريد منك فد شيء. قبل كانت المجاملة عادي. أيام زمان أكبر منك يوم أعقل منك سنة كان يحترمون المسنين بسبب خبرتهم، هاليوم المسن يعني رجله بالقبر، اطلع من الدائرة، طلع تقاعد محتار اش يسوي، هاليوم العمر مصيبة.
أيام زمان كان أكو وقت للحوار وتباوع بوجه اللي يحكي معاك. اليوم ما بقى وقت. اليوم كانت العلاقات تأخذ وقت. اليوم ما بقى وقت. المقياس في العلاقات اليوم هو الانفعال والانطباع من اللحظة الأولى. يا هيك يا هيك. أيام زمان ما كانت الحياة متعبة وما بيا كل هذا التشنج، وما كان أكو فكرة لو تحولت من هذا المكان أكون أسعد إنسان بالعالم. اليوم الهجرة كثير مرات هي مجرد تخلص من هذا المكان. أعرف مهاجرين هاجروا من بلدنا، بس بعد ما هاجروا استمروا يهاجرون من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى. اليوم الحكة موجودة بينا في البحث عن الآخر. هذه الحكة مثل ما نبدل الثلاجة والسيارة والآيباد والآيفون، هاي الحكة عبرت على الأشخاص في ضوجتنا منهم وفي رغبتنا بالتغيير. كل شيء سريع بعالمنا، نبحث عن المفاجأة، ولهذا الريموت كنترول هو مشكلة بالبيوت اللي كان بيها تلفزيون واحد. بس بيوت كثير حلتها أنه بكل غرفة حطوا تلفزيون، بس الريموت كنترول يبقى مشكلة. تقليب القنوات، أدور على المفاجأة ويضيع وقتي في البحث عن شيء ما موجود. اليوم نحاول أن نكدس المقتنيات حتى لو ما عندنا حاجة إلى، ونضيف على هالمقتنيات أشياء جديدة بس ما نتمتع بها. أعطيكم مثل، كل واحد منكم عنده هاتف خلوي، تلفون، نقال. تأكدوا 75% من الابليكيشنز الموجودة بتلفونك أبد ما تستعملها. تشتري سيارة جديدة، 75% من مقياس السرعة اللي بيها أبد ما تستعمله. وهالمليح ما تستعمله، مكتوب 200 كيلومتر بالساعة بالمايل جيج مالك. البيوت مالنا 75% من مساحتها نادرا ما نسكن بيها. حتى من يجي خطار اقعد انت ما غريب، وغرفة الخطار ما حد يدخل بيها. 75% من الكانتور مالك ما تلبسه، من الفساتين مالكي ما تستعمليها، من البدلات مالك ما تلبسها، من البلوزات والملابس مالك ما تستعملها. ياكلها العث، واحيانا حتى لا ياكلها العث حطها بصندوق وهذا يبقى ما ينفتح. 75% من اللي نملكه راح يبقى لأشخاص آخرين ما راح نستعمله. يتعب أبو كلاش وياكل أبو جزمة، تعرفون هذا المثل؟ يعني ما هلو يشتري حذاء، بالنعال اشتغل 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 دق، ويجي أبو جزمة يأكل اللي تركته له. مثل ما قال هذا الشاب، فد واحد شاب كان يشتغل عند رجل أعمال بريطاني، كان يشتغل موظف عادي. من مات رجل الأعمال ترك لأرملته
مليار باوند استرليني. أرملته تزوجت هذا الشاب الموظف عند زوجها. كان الشاب يضحك يقول: أنا كنت أشتغل للمدير مالي، لكن هسه أدركت أن مدير مالي كان يشتغل إلي. والأكبش والأثقل من كل هذا هو حياتكم. 75% من حياتكم أبد ما تستعملوها، من دماغكم، من قابلياتكم، من شطارتكم، من شهاداتكم، من شلعتكم في داخل شخصيتكم، 75% ما تستعملوها. والحال إذا 75% من التلفزيون والتلفون والسيارة والبيت ما نستعمله، أش يبقى؟ يبقى لنا 25%. زين، السؤال هو شلون نستفيد من هال 25%؟ على الأقل انطيني هاي 25 خليني أستفيد منها. كيف نستعملها؟ يعني هون تجي قصة الوزنات مال يسوع. احنا الله انطانا وزنات ورحنا دفناها او استعملناها ما قل ودل، وكأنه ما هي إلي، وكأنه هي لواحد غريب. مثل هذا العبد الكسلان يقول له: بما أنك تحصد من حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر دفنت وزنتك. يعني مواهب اللي الله حط بينا ما قد نستعملها. ولهذا أنصحكم أن نبطل هذا الموجود اليوم في زماننا، أن نأخذ السيارة الأسرع والتلفون الأقوى والأجدد ونرضى بأنه الموجود كثير أحسن من اللي أتخيله أنا في أوهامي، وأن الضجر اللي عندي من هذا المستهلك ما خوش ضجر، الضوجة والأشياء اللي أتخيلها أنه هي راح تجيب لي الراحة والسعادة قد يكون ما هي بتكديسة، ما هي الكماليات. عجيب، أكو أسواق اسمها كماليات. وين رحتم؟ رحنا على سوق مال كماليات، يعني ما بيها فايدة، كماليات هي أو فايدتها كلش قليلة، أو لأنه طلع فد موديل جديد أشتري فرد شيء ما يستعمل إلا بالسنة مرة. بس الحياة نفسها إيش تحتاج؟ مثل ذاك اللي عنده كلب وعنده بزوني وعنده بلبل وعنده سمكة، ولازم ما يقدر يطلع من البيت، لازم يطعمهم كلتهم وما يخلي البزوني والكلب يتعاركون، وما يخلي العصفور يطلع، ولا تفتحون الشباك لا ينهزم العصفور مالتي. شلك بيها؟ يعني احنا دنجيب قلق وإجهاد وليالي بلا نوم ووجع راس. كثير مرات يجيني شخص يقول لي: أنا عندي صداع. يمكن سبب الصداع مالته جدا بسيط، هو هذا القلق. أو مثل ما مكتوب خلف السيارات التاكسي: لا تفكر لها مدبر. التفكير ليش؟ وليش نفكر؟ ليش الفكر هذا؟ لما نقول فد شخص مفكر يعني ياكل هم؟ هل الفكر هو قلق ومشاكل المعدة والأمعاء والقولون والمشاكل الهضمية؟ ما تتصورون ممكن نحلها بدون أدوية فقط لأنه نشيل أسباب القلق اللي عندنا أو التوتر اللي عندنا؟ حتى مشاكل الظهر
أو الفقرات أو الرقبة. يمكن سببها هي طريقة قعدتنا قدام الحاسوب أو طريقة قعدتنا طول النهار أو ما كنا تعلمنا أشياء بسيطة لعمودنا الفقري أو لمعدتنا أو لأكلنا أو يمكن جهلنا هو أكبر عدو إلنا. وخصوصا لا نحاول أن نلقي اللوم على غيرنا، ما نحاول نقول أنه سوج هذا البلد، سوج الظروف، سوج أهلي، سوج زوجتي، سوج الزوج، سوج أخوتي، سوج بيتنا، سوج المطر، سوج الشمس، سوجي أنا نفسي. كثير من الناس كان ممكن تكون صحتهم أحسن لو سووا فحص طبي من وقت لآخر. حتى من تكون صحتك جيدة سوي فحص، حتى لو ما عطشان اشرب ماء. حتى لو الآخرين ما هالقد، انت كون، فكر بأمور أخرى أكثر من ما تفكر بعدوانية فلان أو ليش قال لي هالكلمة أو ليش. هاي معناته من ضربك على خدك الأيمن، يعني لا تتوقف عند الصفعة، أعبر وتعيش سعيد. في إنجيل متى يقول إذا سخرك ميلا نمشي معه ميلين، وإذا أخذ قميصك أعطيه رداءك. يعني لا تتوقف، روح شغل لك غير قميص وخلص وانتهى. إذا هو أخذ قميصك وبعدين يعني، لا إلا أرجعه القميص مالي. كانك واحد يطلب واحد لغ دينارين، ركب سيارة بعشر دنانير حتى يأخذ الدينارين مالته. قالوا له ليش؟ بقى بالثلث قال هم مرقي له، يعني القصد أبرد قلبي. إيه مو خسرت 8 دنانير، ها خسرت 8 مرق. يعني تريد تعيش طيب، كن متواضع. حتى لو أنت قوي، حتى لو تقدر، تريد تعيش طيب كن قنوع. حتى لو كنت غني اقنع، تمتع بأشياء بسيطة، بالناس اللي حولك، بالدهشة اللي يعطيك هي نهار مثل هاليوم. ذاك الوقت فقط راح تفهم طعم الفرح، راح تعيش فعلا حياة مليئة بالفرح. وتذكر هاي الجملة الهائلة اللي قال يسوع: مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. كل هذا اللي عندي هو مجان، نعمة. هذول يروحون على الهند حتى يعملون عملية بالعين أو يعملون عملية ما أعرف إيش، سن واحد يكلف $2000، زرع سن 32 سن 64 ألف، ها 6 دفاتر أكو بثمك 6 دفاتر وقصور. شكرت الله عليها من تقرط، من تقرط ويطلع صوت القرطان مالك. هالأشياء الحلوة اللي الله أعطانا هي هذه، معناتها أنه أنا من أسكت أفهم، ومن أفهم أرجع للحياة البسيطة. كثير من الناس من يقتربون من الموت ويقولوا لهم لو رجعتم للحياة إيش راح تعيشون؟ كثير من الناس بعد فوات الأوان يقولون لو أرجع أعيش ما راح أركض بعد بشكل محموم ولا أتسابق حتى أغلب. كثير ناس يقولون
لو أرجع أعيش من جديد ما أقارن نفسي بالآخرين ولا أريد أغلب أحد، وراح أفكر بطريقة مختلفة، وما أريد أحط نفسي بالمقدمة ولا أحسد أحد، حتى لو وصل هو قبلي أو اقتنى أشياء أكثر مني. لو أرجع للحياة من جديد راح أفكر بكل الناس اللي ورايا اللي ما عندهم، المساكين، المعاقين، الفاشلين، وأنا كثير أحسن من غيري، أنا كثير عندي أكثر من غيري. والسؤال اللي راح أصل إليه بهاي المرحلة لما أخذ خبرة هذا اللي قيموت وينصحني هو: كل هذا اللي عندي شلون أفيد بينه الناس اللي ما عندهم واللي ما يقدرون، وليش الله أعطاني بس حتى أنا أستفيد وأكتفي وأقول الحمد لله والشكر؟ لا، إيش أقدر أعمل؟ وهذا هو سبب رغبتي بأن أقللكم اليوم. جماعة الخدمات، إذا كانت خدمتكم بهذه الروحانية أهلا وسهلا، وإذا ما كانت صلحوا مساركم حتى خدمتكم تجيب 30 و60 و100، ولا تدور بعدين على النتيجة، لأن النتيجة راح تجي يمكن بعدك. أنت زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون، هذا هو اللي راح يجعل حياتنا مفيدة وطيبة. والأشياء اللي الله وفرها لنا، ما بس المال لكن حتى الناس اللي الله خلقهم على طريقي، حطهم على طريقي لأجل سبب ما، فأقول له: يا رب ساعدني أشوفهم بعيونك أنت الساكن بي. هذا الشخص ليش حطيته على طريقي؟ وليش ما غيره؟ وهالشكل الصمت راح يدخلني في حوار ثلاثي مع الآخر ومع نفسي ومعك أنت يا رب، فتصير حياتي صلاة من أجلي حتى أشوفه، ومن أجله حتى يا رب تشوفني هو بعيونك. وشكرا، وناخذ استراحة ربع ساعة حتى نعبر إلى المرحلة الثالثة.